السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير يا شباب. هذا عندنا حسون مريض بالميجا بكتيريا، وهو أخطر مرض يواجه طائر الحسون والكناري. اليوم معنا الطريقة فعالة والحمد لله بعد تجربة لأكثر من عصفور، وهذا العصفور الحين يتلقى العلاج منذ 5 أو 6 أيام، والحمد لله النتيجة 100%. هذا هو العلاج، وهو النستاتين. وخل التفاح، الطبيعي. طريقة الاستعمال: مشربية الطائر، 2 سنتي من خل التفاح، 2 سنتي من خل التفاح مع 3 قطرات من النستاتين على 2/3 المشربية، على 2/3 المشربية يوميا. يجدد الماء، إضافة نقطة في الفم مباشرة للطائر، نقطة في الفم. بعد نترك الطائر يرتاح ساعة ساعتين بدون ماء، نضع له الماء مع خل التفاح والنستاتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.